شو قال له؟ وبعده هيك بتشقلب على ظهره. لقد قامت بلدية دبي بإنشاء 3 أبراج مخصصة للزوار لمراقبة ومشاهدة الطيور في المحمية، بالإضافة إلى مشاهدة الحياة البرية والنباتية المتنوعة التي تزخر بها المحمية. وتمتاز هذه الأبراج بشكلها التراثي الذي يحمل شكل البراجيل القديمة، وهي مبنية من سعف النخيل إضافة إلى الخشب والزجاج بأشكال وألوان تتناسب مع المكان. ويتوفر فيها عدد من المناظير والتلسكوبات والكتيبات والصور واللافتات والبطاقات التعريفية، إضافة إلى رسومات تبين الأنظمة الحيوية المتعددة في المحمية. تعتبر هذه المنطقة منطقة حاملة لمراقبة الطيور، خاصة الطيور المائية. أنت اللي هام. إيه. الإنسان لا يمكن أنه يتواجد فيها إلا في مناطق معينة، خاصة هذه المراكز التي في هذا المركز، إحنا المراكز الثلاثة لمراقبة الطيور. وإضافة إلى اشتهار محمية رأس الخور بجذبها للطيور المهاجرة بأعداد كبيرة، فإنها تضم أعدادا كبيرة من القشريات والأسماك والثدييات الصغيرة، كما تتميز بوجود أشجار القرم التي تؤمن ملاذا آمنا لتكاثر أنواع الطيور، وتساهم في صد الرياح وتثبيت التربة وامتصاص الفضلات والسموم وحماية الشواطئ من الكوارث الطبيعية. كذلك تمتاز المحمية بوجود المسطحات الطينية والشواطئ الرملية والشعاب المرجانية، الأمر الذي جعل من كل هذه التضاريس المتنوعة تشكل مناخا مناسبا لأنواع الحياة الفطرية وبيئة مناسبة لحفظ التنوع وتكاثر أنواع الفصائل المهددة سواء النباتية أو الحيوانية. هذه المنطقة طبعا هي نهاية فور دبي، ونلاحظ أن هذه المنطقة ضخمة إلى حد ما، ظروفها البيئية خاصة، خاصة أن تنطقة زي ما تشاهدين مع صحراء العالية، وبنفس الوقت في مناطق طينية فيها ومناطق سبخات، يعني ملاحظ فيها في كمان تجمعات ملحية في هذا المنطقة. طبعا وجود الكرم بيساعد على وجود الكثير من أنواع الأسماك البحرية اللي جاي طبعا من فور دبي، لأن كانت تعرفين فور دبي منفصل بالخليج العربي، لذلك الأسماك الموجودة أصلا بالخليج العربي تتواجد هون بشكل جيد. من الأسماك المشهورة في هذه المنطقة مثل سمك الجد، وعندك اللي هو سمك الدياح الموجود هنا بكثرة، وطبعا الأسماك بنفس الوقت بتعيش هون وبنفس الوقت بتتكاثر، يعني بتضع البيض خاصة بين أشجار الكرم، وتكون طبعاً فرصة سابقة أن هذا البيض يفطس، وطبعاً المراحل مختلفة جداً من تتاكل لحوم هاي السمك تتاكل طبعاً إلى حجم طبيعي، بس ممنوع منطقة محمية، منطقة محمية يعني إنه مثلاً بكون في أماكن تانية مثلاً تتباع عادي عشان خاطر الأكل في دول طبعاً طبعاً بتتباع بس مش هون. لا هي منطقة محمية هي بس. أنت بتعرف إنه في أفريقيا بأكل أسود؟ ليه؟ بأكل أسود. مين ده؟ أفريقيا. في طبعاً بأكل لحم. بأكل ضبع. طبعاً بأكله. ضبع هذا هيك زي كلب. كما تتميز مسطحات المد والجزر الشاسعة في المحمية ببيئة ملائمة لتتكاثر مجموعات غنية من الحيوانات اللافقارية والتي تتكون في معظمها من الديدان والرخويات،
الأمر الذي يجعل من المنطقة محطة مهمة لتغذية وتكاثر العديد من الطيور العابرة والزائرة في فصل الشتاء. كما يعتبر المحيط المائي للمحمية فلترا يوفر الرطوبة الكافية التي تهيئ المناخ المناسب للتكاثر، مما يجعلها مأوى للأسماك والزواحف وغيرها. في أيضا في أنواع من الحيوانات الأخرى الموجودة في هذه المنطقة، مثلا في بعض أنواع الزواحف مثل الشحالي ومثل بعض أنواع الثعابين، في أنواع كثيرة من الحشرات طبعا، في أنواع كثيرة من الرخويات المائية زي أنواع الديدان، الديدان المائية، وأيضا في أنواع من الرخويات، في أنواع من القشريات زي مثلا الطوبيان أو الجمبري، وأيضا في السلطعون في اللحظة التي حيوانات مختلفة كثيرة بتعيش في تلك المنطقة، وهي تعتبر طبعا تعتبر غذاء لكثير من أنواع الطيور اللي موجودة في هذه المنطقة، خاصة مثلا الطير الفلامينجو اللي هو النحام، هذا بالنسبة له طبعا مكان غذاء طبيعي، خاصة أنه يتغذى على القشريات وخاصة الروبيان الصغير. جميل. ويحتل المنظر الطبيعي الخلفي للمحمية برج دبي وناطحات السحاب في شارع الشيخ زايد، وكأن لسان الحال يقول إن عظمة هذه الإمارة لا تنتهي، وأن القفزة العمرانية ده التي شهدتها وجذبت إليها السائحين نهاية رأس الخور مش بعيدة، تعدد ذلك بمراحل فاتجهت أيضا نحو السياحة البيئية، فهذه الإمارة دائما ما تحمل في جعبتها المزيد من المفاجآت لزوارها. طبعا هذه المنطقة هي هذه المحمية تعتبر محمية مهمة جدا، خاصة احنا موجودين في دبي، طبعا دبي معروفة مدينة حضارية، مدينة ضخمة يعيش فيها أكثر من 4 مليون شخص، فنجد أن هذه البقعة البيئية الطبيعية موجودة في وسط المدينة، طبعا هذا يعتبر شيء طبعا رائع. بنفس الوقت تعتبر واحدة من الرئات اللي نسميها رئة من رئات دبي، لأنه كل مدينة تحتاج إلى مناطق خضراء، لأنه زي ما نعرف المناطق الخضراء مهمة جدا من ناحية بيئية، لأنه هي تعطينا كمية الأكسجين الهامة بالنسبة للمدينة وبالنسبة لكوكب الأرض بشكل عام. لذلك هذه المحمية مهمة جدا بالنسبة لموضوع تغير المناخ وبالنسبة لاختلاف الحرارة، يعني كل ما كان عندنا قطاع نباتي أكبر كل ما كان يعتبر هذا جيد لبيئة المدينة والدولة. إن محمية رأس الخور تعتبر محمية نموذجية توفر البيئة المثالية ضمن أجواء طبيعية خلابة، توفر الحياة الفطرية للكائنات والطيور المحلية والمهاجرة، ولأنها واحدة من أهم المحميات التي تعتبر نقلة للسياحة البيئية في دبي، فقد تم خلال السنوات الماضية العمل على تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية التي لها علاقة بتطويرها، كما تم وضع خطط لحمايتها من التلوث ومن المتسللين بالتعاون مع شرطة دبي، إلى جانب توفير العلماء الذين يعملون على دراسة سلوك الطيور، وذلك من أجل صيانة المخزون الوراثي والتنوع الحيوي والحفاظ على الحياة الفطرية. ففي هذا المكان المثالي يمكنكم أن تشاهدوا الطيور بمختلف أنواعها وتعيش واحدة من التجارب الفريدة للحياة وسط بيئة طبيعية خلابة. نتمنى طبعا انه هذه الاماكن يتم الاهتمام فيها
دائما في دبي وفي الامارات بشكل عام، لانه هذه المراكز البيئيه ممكن طبعا تطويرها، وطبعا في كمان كثير من الجهود الان من بلديه دبي لتطوير هذه المحميه وجعلها مراكز رسميه للاراضي الرطبه، وتعتبر بهذه الطريقه بيكون في مجال او لها دور تعليمي هام بالنسبه للجهود وبالنسبه للعلماء والمحسسين، لانه كثير ايضا من طلاب المدارس وطلاب الجامعات يزوروا هذه المراكز. Yeah.